دكتور حسن على هذه المحاضرة القيمة، المعلومات القيمة. الأستاذ عون جابر خريج دار المعلمين في لبنان وحاصل على بكالوريوس بالجغرافيا من الجامعة العربية في بيروت، هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1978 وحصل على ماجستير في تعليم ثنائية اللغة وماجستير في الدراسات الشرقية من جامعة وين ستيت، حيث يدرس بها المستويات الثلاثة للغة العربية منذ 12 سنة. نشر عدة دراسات ومقالات معروفة لدى الجالية اللبنانية في ديربون. موضوع اليوم يطرحه الدكتور عون يتمحور حول تاريخ الوضع الإسلامي وفحوى الفكر والخطاب الديني المسيطر في الجالية العربية الإسلامية في ديربون، إضافة إلى رصد ما طرأ عليه من تغيرات، وهذا يفرض أن تشمل الدراسة نظرة شاملة عن هجرة العرب والمسلمين ومراكز إقامتهم وكيفية تعاملهم وتفاعلهم مع الآخرين ومع أنفسهم. يحاول البحث أن يثبت أن التغيرات الحاصلة لم تصل إلى خواتمها ولن يصمد سوى ما يتناسب وأجندة مصالح الناس المقيمين على حساب التدخلات الخارجية نتيجة العولمة وثورة الاتصالات. مصادر البحث إضافة إلى الملاحظات الشخصية وما كتبه المحاضر سابقاً في رسالة ماجستير حول الموضوع، هو كتب لمؤلفين جادين أمثال الباحثة سالي هاو والمؤرخة أليكس ناف والدكتور مايكل سليمان. نقدم لكم الدكتور عون جابر. جزيل الشكر لأنك منحتني شهادة الدكتوراه. أنا بتصور أنكم تعبتوا يعني. خالص تحيات لكم جميعا وجزيل الشكر للأستاذة فاطمة أيوب السلماصي لجهودها في سبيل إنجاح هذه الفعالية، وللأستاذ ميسان لما يقوم به، فما يقوم به يوازي ما يطمح له الواعون والمثقفون في هذه الجانب، والشكر للمنتدى وأعضائه ولضيوفنا الأعزاء ولكافة الإخوة والأخوات. كنت أتمنى أن يكون في حضور أكثر للاستماع لهذه المحاضرات القيمة من الأستاذين السابقين. إن المعاناة الدينية هي في الوقت نفسه تعبير عن المعاناة الفعلية، والدين احتجاج ضد هذه المعاناة، فهو تنهيجة الكائن المقهور وقلب عالم بلا قلب وروح عالم بلا روح. صاحب هذا القول هو ذاته من رد بأن الدين أفيون الشعوب، وكان يعني في حال استقباله القبلة المسيطرين ودفاعا عن امتيازاته. كل الأحوال أهمية الدين والروحانيات مرافقة لمادية الوجود ولا انفصام عنه. وإذا كان من معاناة دينية في الحالات العادية، فإنك ستجدها متفاقمة ومتضاعفة عند المهاجرين إلى مجتمع جديد يفتقر لأبسط الشروط الإنسانية المشتركة كالعادات واللغة والمعتقد. وإذا فتشت عن عالم بلا قلب ستجد حتما بلا روح، كمجتمع الاغتراب المتوحش في رأسماليته المتقدمة. سأحاول عرض علاقة الإسلام في ديربون بمعظم النواحي الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية والثقافية المحيطة بالجالية وتطور هذه العلاقة في سياقها التاريخي. ولذلك لابد من نظرة عامة عن الهجرة بشكل عام قبل الانتقال للحديث عن خطاب وتوجهات المراكز الإسلامية سابقاً وحالياً. يمكن القول بأن الزموري وهو العبد المغربي المحرر والذي عمل لاحقاً بالطب العربي هو أول المهاجرين إلى العالم الجديد في القرن 16. سبقه في هجرته العديد من البحار العرب من المورسقيين الذين عملوا في أساطيل الممالك الإسبانية والبرتغالية. والولايات المتحدة كانت الخيار الأول للمهاجرين من كل أصقاع الأرض، فغالبية الأوروبيين الهاربين من الحروب الأهلية من القرن 17 وحتى الحربين الأولى والثانية كانوا يسعون إضافة للعيش الرغيد إلى فضاء حر يسمح بتعدد المذاهب والأديان وحرية المعتقد، أي الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتضن أكثر من 2000 معتقد. إضافة إلى فصل الدين عن دولة، إضافة إلى أن فصل الدين عن دولة كفيل بتعايش هذا الكم من التنوع العرقي والقومي، فلا غرو إذا قال والت ويتمان إن أمريكا عبارة عن أمة لمجموعة أمم. يؤرخ لموجات الهجرة من البلدان العربية إلى العالم الجديد بهجرة جموع المسيحيين من سوريا ولبنان في أواخر القرن 19 بعد علمهم بما حققه أوائل الوافدين من نجاح مادي. فأضحت الهجرة مركب الخلاص من المجاعة وللتخلص من حكم الخلافة والتمييز الديني الذي كان يلحق بهم. لذلك أضحت الولايات المتحدة موئل وملاذ المهاجرين المتطلعين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ولممارسة معتقداتهم وحرية. ولم ينتظر المسلمون طويلاً لمغادرة بلاد أثخنتها الحروب الأهلية والمحلية إضافة لاغتصاب فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية. أولى الأعمال الجماعية التي بشرها المهاجرون هي إقامة وبناء دور العبادة، والتي لم تكن لضرورات دينية فقط بل استجابة لدوافع اجتماعية. تقول الباحثة سالي هاو بأن 115 كنيسة للسوريين واللبنانيين المسيحيين تم بناؤها بين عامين 1895 و1940 مقابل 70 مسجدا. فدور العبادة استقطبت أبناء البلدة والحي والمذهب الواحد. وفي حال المسلمين فإن بناء مسجد أو المساهمة في بنائه كونه واجب ديني يضفي الورع والتقوى ويلبي حاجة روحية في الدنيا والآخرة. أول مسجد تم بناؤه في الولايات المتحدة كان في مدينة شيكاغو بشارع القاهرة سنة 1893، وهندسته المعمارية تشبه مسجد السلطان قائد به في القاهرة. ومن مئذنته كانت تنطلق منها دعوة للصلاة 5 مرات في اليوم، ولكن تم هدمه لاحقاً بسبب توسعة المعرض في المدينة. ثم في سنة 1921 تمت إقامة جامع في هيلان بارك بعدما شهدت ازدهاراً لصناعة السيارات، وبسرعة البارك ارتفع عدد سكانها من 4000 نسمة إلى 47000 نسمة في أوائل القرن العشرين. كان عدد المسلمين في تلك المدينة لا يتجاوز 5000، معظمهم من تبنين ومسجد العنجر وبنت جبيل، إضافة إلى بعض المسلمين
من البلقان وجنوب أفريقيا. قلة العدد وعدم وجود مراكز عبادة مقارنة بما يحيطهم من كنائس دفع بعضهم للتخطيط لبناء مركز ديني، خصوصا بعدما لمسوا أن أطفالهم أصبحوا من المترددين على كنائس مليئة مغريات للأطفال. الدوافع إذن لبناء مسجد للمسلمين تتعاظم مع مرور الأيام، فأمكنة اللقاء هي المقاهي وبعض محلات الإقالة، ولطالما وفرت هذه الأمكنة مساحات لصلاة الجماعة في غرفها الداخلية أو في رجاءاتها. هذه الحالة تزامنت مع إنتاج جمعيات متعددة تهدف لجمع المسلمين من كافة الطوائف والبلدان نحو أهداف موحدة انضوت جميعها في جمعية المسلمين المتحدة، من ضمنهم الجمعية العربية الأمريكية. ما يلفت النظر أن أحد نشطاء هذه الجمعية سنة 1916 كان مسيرة لإحياء عاشوراء شارك بها معظم المسلمين من هايلاند بارك وغيره. تم بناء جامع هايلاند بارك بعدما تأمن المبلغ لعماره، ومن حملة تبرع شملت معظم المسلمين في الغرب الأوسط. هنا تجدر الإشارة بأن الشيعة والسنة وبعض المنتمين للطائفة الأحمدية كانوا تشاركوا في إقامة الصلوات والاحتفال بالأعياد وبتعليم اللغة العربية للأطفال في هذا المركز بدون تمييز. ولكن الأمور سارت نحو التدهور بعدما بدأ فورد ببناء مصانع الروج في جنوب شرق جربون، فخف عدد الوافدين مما أدى إلى إقفاله ثم بيعه عام 1926. بعد الحرب العالمية الأولى وقلة تدفق المهاجرين من البلدان العربية، ساد انطباع لدى أبناء الجالية بأن إقامتهم في هذه البلدان أصبحت أبدية، ولذلك قرر جمع من الجالية العربية التي استقرت بجانب مصانع الروج في جنوب شرق جربون وخصوصا من النساء على إيجاد مكان لإقامة الشعائر الدينية إلى جانب النشاطات الاجتماعية لشد اللحمة بين أبناء الجالية المتواجدة بين أكثر من 50 قومية، ولتعريف أبنائهم على العادات والتقاليد إضافة لتعليمهم اللغة العربية والمساعدة في التجنيس إلى جانب واجبات الدينية. وقع الاختيار على مبنى كان يشغله بنك على شارع ديكس، فتم تحويله إلى قاعة دعيت باسم القاعة الهاشمية التقدمية، والاسم يعرف عن أنها تابعة للطائفة الشيعية. أما صفة التقدمية فكانت ترمز إلى الانفتاح والتسامح، وتم افتتاحها عام 1937. وليس ببعيد عن القاعة بنت الطائفة السنية ومعظمهم من أهل البقاع الطابق الأول من جامع ديكس، وتم الطلب من الشيخ حسين قروب للقيام بإمامته عام 1983. أدت القاعة الهاشمية ومسجد ديكس دورهما على أحسن وجه، خصوصا ونتيجة لتعاون الشيخ خليل بزي وزميله الشيخ محمد جواد الشبري الذي استقدم من النجف عام 49، والإمام حسين خروب على كافة الأصعدة، فكانا مركزين اجتماعيين أكثر من كونهما مراكز دينية صارمة في التوجه كما السائد حاليا. فالمهاجرون الأوائل
كانوا يريدون من الجامع أن يلعب نفس الدور الذي تلعبه الكنيسة نهار الأحد عند المسيحيين. والخطاب الديني الذي ساد في تلك المرحلة ركز على أمور عملية تواجه وتسهل حياة المغتربين، خاصة وأن معظمهم يفتقر للغة وإمكانية التأقلم السريع. ويعتقد من عاش في تلك المرحلة في تصريحاتهم للمؤرخة أليكس ناف والباحثة سالي هاو إلى أن مركز هايلاند بارك أو جامعة تكس والقاعة الهاشمية قد لعبا دورا إيجابيا في حياة الناس. فإقامة الأفراح والرقص في كل المناسبات شتت كل الأجيال والأعمار للتفاعل والتعارف، وهذا يدل على مدى السماحة والطيبة التي تتميز بها شخصيات تلك المرحلة، وقد عايشهم عن كثب من وصل إلى هنا في السبعينات وحتى الثمانينات. مصانع الروج التي هي مثال للذروة في الثورة الصناعية ضعفت في الثمانينات وأقفلت معظم أقسامها، وهذا يعني قلة الفرص للمهاجرين الجدد وعدم الحاجة للسكن في مدينة في منطقة جنوب شرق جرهم. وهذا ما سبب في انتقال الأكثرية اللبنانية المتمثلة بالطائفة الشيعية إلى شرق المدينة. بدأ الشيخ شري مع مجموعة من الناشطين في جمع الأموال لبناء جامع يلبي تطلعات الجالية، وتم ذلك عام 1963 على شارع جيرود في ديترويت. البقاعيون بدورهم انتقلوا إلى شارع تشيز في جرهم ليمارسوا شعائرهم بقاعة صغيرة يشاركهم بها حاليا العديد من اليمنيين. هجرة 2000 عائلة فلسطينية بعد اغتصاب بلدهم وتفعيل قانون جمع الشمل عام 1965 وبدء الحرب اللبنانية عام 75 غير من طبيعة الوجود العربي الإسلامي في جربون بعدما طغت موجات الهجرة من الجنوب والضاحية في بيروت على ما تبقى من مهاجري أوائل القرن العشرين. في أواخر السبعينات ومع تزايد هجرة اليمنيين إلى جنوب شرق جرهم وإقامتهم محل اللبنانيين، تم انتقال جامع البقاعيين في تكس إلى حجتهم، إضافة لبناء مسجد خاص بهم على شارع شيفر باسم مركز السلام. يبدو واضحا أن ازدياد عدد المهاجرين يتناسب طرديا مع الأزمات في بلدانهم، وما أكثر الأزمات في العالم العربي. وآخر موجة للمهاجرين كانت من العراقيين بعد غزو العراق في أوائل القرن الحالي، وقد استقر معظمهم بجانب الشيعة اللبنانيين في شرق جرهم، ولم يمضي وقت طويل حتى بنوا مراكزهم الدينية وأشهرها مركز كربلاء. اكتظاظ المهاجرين المسلمين في نفس المنطقة يشير إلى أهمية المركز الديني في استقطاب أتباعه، والتقليل من شأن ذلك خطأ فادح. ولن أطيل بالحديث عن ظروف إنشاء المراكز الحالية منذ أواخر السبعينات وحتى الآن، بل سأكتفي بتعدادها، ثم سأشير إلى ابتعاد الخطاب الديني عن واقع الجالية إذ ارتبط بحالة الإسلام السياسي السائد بسبب ثورة الانفصالات. هذا الواحد بس يحكي عبتين هيك بسيط. هناك
هناك أكثر من 100 جامع ومركز ديني أو حسيني في الولايات المتحدة، منها حوالي 15 في جربون والشوارع المحاذية لها من ديترويت ووردين، 7 منهم للعراقيين و4 لليمنيين والسنة اللبنانيين و3 للشيعة اللبنانيين. معظم خطباء المراكز تم حضورهم تم إحضارهم من خارج البلاد ويستعملون اللغة العربية في خطبهم، وأخيراً تم إضافة اللغة الإنجليزية في بعض المراكز كمحاولة لاستقطاب الجيل الجديد. يمكن الحديث عن مرحلتين أساسيتين في الخطاب الديني الذي سيطر سابقاً ولاحقاً على المراكز الدينية. المرحلة الأولى تمتد من أواخر القرن 19 وحتى الصحوة الإسلامية التي تمثلت بانتصار الثورة الإيرانية والمجاهدين الأفغان كما وصفهم الرئيس ريغان. في المرحلة الأولى أخذ الخطاب الديني السني أو الشيعي حيزاً ثانوياً من نشاط المراكز الدينية، إذ كان توجهها اجتماعياً وتربوياً وترفيهياً، إضافة إلى لتقديم المساعدة لمن يريدها ولتأهيل الساعين للحصول على الجنسية أو العمل. ولذلك شهدت تلك الفترة استتباباً وانسجاماً أفضل لإشاعة أفضل المناخات الاجتماعية لتربية جيل ابتعد عن مناخات كانت من صلب ثقافة المجتمع الأمريكي كعصابات المافيا وغيره. ويعزى هدوء وليبرالية تلك الفترة لندرة الاتصال والتفاعل مع عالمهم القديم بسبب منع الهجرة، ويعزى أيضاً لتقليدهم لدور الكنيسة مع أتباعها. فحضور العائلة بكافة أفرادها واختلاط الرجال مع النساء وإقامة الرحلات والموائد والاحتفال بالأعياد، كل ذلك أصبح جزءاً من ثقافة متجذرة في حياتهم الاجتماعية. هنا تنبغي الإشارة إلى دور المرأة على مختلف الصعد في إنجاح هذه المؤسسات، فلم نرى إلا صوراً نادرة للحجاب، إذ لم يتم ارتدائه، ولم تمنع إقامة الأفراح في الجامع أو في المركز، وما يعني ذلك من رقص وموسيقى، حتى أن جامع جويرود كان يحتوي آلة بيانو في غرفة مكتبته اختفت بعدما سيطر الفكر المحافظ عليه في أواخر السبعينات. المرحلة الثانية من الخطاب الديني تميزت بالمحافظة والسلفية المتزمدة كنتيجة طبيعية للصحوة التي أشرنا إليها سابقا، إذ حمل المهاجرون معهم، وأعني المهاجرون الجدد، ثقافتهم المحافظة، وهذا ما غير في سياسة المراكز. فالشيخ شري مثلا، والذي تعايش مع القاعة الهاشمية ومسيرتها الليبرالية التي كانت تحت رعايته، أصبح يدعو لعدم دخول الناس دون غطاء الرأس إلى الجامع، وهكذا أدى التنافس لاستقطاب حشد المهاجرين الجدد إلى انعطاف نحو المحافظة. كان لذلك أثر كبير على كافة الأصعدة ومنها على الصعيد الاقتصادي. نزع المهاجرون الجدد إلى العمل وتوظيف أموالهم في محطات البنزين فقط، وامتنعوا عن التوظيف في محلات الكحول التي احتقرها الحيتان العراقيون. بهذيك المرحلة قبل منها كان في لبناني كثير عنده الليكر ستور وبير الواين ستور وكروس ستور، اضطروا بعد هالموجة انه يبيعوهم، لانه اصبح ينظر اليهم بانهم عايشين على المال الغير حلال. وجودهم الديمقراطي
في شرق ديربون أدى إلى اختفاء كافة محلات بيع الكحول والبارات من شوارع أحيائهم التجارية. على صعيد آخر، فشلت محاولات إقامة بنك إسلامي تجنباً للوقوع في شرك الربا المحرم، رغم القدرة المادية الهائلة التي تملكها الجالية. وفشل أيضاً اعتماد الاقتصاد الإسلامي في شراء البيوت أو غيرها من التوظيفات المادية، خاصة أن الاقتصاد العالمي يقوم على مفهوم الفائدة. من الناحية التربوية، حاولت بعض المراكز إقامة مدارس خاصة لاحتضان أبناء الجالية، وخصوصاً في مرحلة الهايسكول، جرأً للمواعدة السائدة في المدارس العامة. نجحت بعض هذه المحاولات في مرحلتها الابتدائية وفشلت في المرحلة الثانوية، وتحولت هذه المدارس مراكز إلى مدارس أهلية حكومية. من ناحية أخرى، تعاني إدارة المدارس في ديربون التي تحترم أعياد المسلمين فتجعل منها أيام عطلة من مشكلة تحديد الأعياد، فالاختلاف السن الشيعي في تحديد أيام الأعياد يؤدي إلى تاريخين لبدئها. أضف إلى ذلك تعدد مراجع التقليد الشيعية والتي غالبا ما تختلف حول بداية الأعياد ضمن الطائفة الواحدة. كما تعاني المدارس من حالات تغيب كثيرة بسبب صيام شهر رمضان أو إقامة شعائر العاشوراء. الخطاب الديني السائد حاليا يقتصر على شرح لآية قرآنية أو حديث شريف يفضي لضرورة العمل على التزود من الدنيا الفانية بمؤونة تقوي الحاملة الدخول لجنان الخلد. طبعا من ضمن هذه المؤونة التبرع ودفع القمص والزكاة، هذه أكثر ما يتم التشديد عليها. يتم ترديد هذا الشعار بالمناسبات الاجتماعية، هذا الخطاب بالمناسبات الاجتماعية العديدة المتخصصة بالوفاء والشعائر ومناسبات الأعياد الدينية. وهذه المناسبات مصدر دخل يدر الأموال اللازمة لاستدامة هذه المراكز، وينتقد البعض أجورها العالية مما يفرض أعباء مالية على ذوي الدخل المحدود. وهنا نؤكد على ما يتردد من انتفاء الشفافية في تعاملات المراكز الدينية كونها منظمات غير ربحية. في المقابل، يغفر الخطاب الديني مسائل تتعلق بالشؤون اليومية لحياة الناس كالانخراط بالانتخابات والإحصاء وأهمية التبرع بالأعضاء وإعادة الاعتبار لموضوع التبني وعدم ومحاربة إدمان الحبوب المخدرة والدعوة لمحاربة الأرجيلة والتعنيف الأسري وعدم اعتبار المدمنين على الكحول والمخدرات والقمار كمرضى. على صعيد الهوية، يركز الخطاب الإسلامي في ديربون على ضرورة وحدة الأمة وسلامتها، والمعني بذلك هو الأمة الإسلامية. وبالتالي فإن ما يجف له الخطاب الإسلامي في النهاية هو في تشكيل هوية إسلامية للجالية العربية الأمريكية. ما يفوت القائمين على ذلك أننا نعيش في بلد يفصل بين الدين والدولة، ولكنه كمجتمع يبقى ويجب اعتباره مجتمع مسيحي. وهذا يعني أن قوى عديدة ما زالت تطمح لإقامة دولة مسيحية بروتستانتينية هنا، خاصة وأن مجموع الأقليات قد زاوى أو تجاوز الأكثرية البيضاء. وجود ترامب يفسر هذه الحالة. ولذلك فإن شد العصب الديني عن قصد وعير وغير قصد يصب في مصلحة الأنجليكا والذين يتهمون مدينة ديربون بتطبيق الشرع الإسلامي. إن انتصار حركة الحقوق المدنية
عام 64 أفضى إلى الاعتراف بثقافة ولغة الآخرين ومنهم العرب الأمريكيين. هذا المفهوم نحته من دعا لإنشاء المنظمة العربية الأمريكية المناهضة للتمييز العنصري في أوائل السبعينات، وهم من الجيل العربي الأمريكي الثالث أمثال جيمس أوبرزن وجان زون. التأكيد على الانتماء الديني يستثني أكثر من نصف المهاجرين العرب المنتمين للطوائف المسيحية، عدا عن كونه إجحافاً لعطاءاتهم على مختلف المستويات الثقافية التي ساهمت في رفعة العروبة وبالتالي الثقافة العربية والإسلامية. من هنا يجب التصدي للإعلام عندما يطلق على مرشحين لقب أول مسلم، أول مرشح مسلم لحاكمية ميشيغان، أو أول مسلمة في الكونغرس. إنه لخطأ فادح أن نتغاضى عن اعتماد هذا التوصيف، فانتخاب رشيدة طلايب لم يتم على أساس هويتها الدينية، بل على أساس سجلها النضالي في سبيل مصالح الناس. في النهاية يبدو أن الجيل الجديد الناهض بالآلاف متسلحا بأعلى درجات المعرفة ومغطياً معظم ميادين الحياة، والمتطهر من أدران الأمراض المستعصية في مجتمعاتنا التي أتينا منها، سيتخطى كل كثيراً من المطبات التي وقع بها أسلافه. المطلوب هو إشاعة وتعريض التجربة العربية الأمريكية لملايين المهاجرين العرب للنقد والدراسة، وبذلك نسترشد ونتعلم. دمتم سالمين. في بعض المجلات والجرائد العربية، وهو أحد الأوجه الثقافية والاجتماعية.